هذاك هذاك صح 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 خمسة ونص بصير عليه كامل خمسة جابني حقوهني ايش طلع من امك ورده حق واش فيلم امك ورده عشان ما بشتغل امك واش مشتري لي عشان انا اشتري لك ورده السلام عليكم وعليكم السلام انا ما بشتري لك ورده ولا تستاهل امك هالشغله عشان ما بشتغل شوف الحين بمشي عنك انا واذا ما جيت انا بروح سمعتي بالعكس مستاهل ما تستاهل ما وش اشتغلت لنا هاي كلها بدعوا خرابية جنة استخدام الأمهات جنة استخدام الأمهات هي الأم هي اللي حملت فيه وهي اللي أمك ثم أمك ثم أمك هذا يعني ما حد ينصفض الأم هذا الأول مو الحين الله يحفظ الأمهات يرحم إن شاء الله الأحباب الله يطول عمر الجليل كذا هنا أبقى في حجاب يا الله أنا بمشي عندك ترى ها؟ أنا حبيبي أشتري لك وأعطيك الورد حقي أمك حبيبي ما تسمع الحكي له؟ يلا همش له يلا همش همش تعال أنا أعطيك ورد حق أمك أعطيك هدية حبيبي تعال الحين تجيبني محل ورد حق وين؟ حق اشتري لامك ورده؟ كيف امك وش مشتريه لي ولا شو ايش عطتني من هديه عشان اشتري لها؟ بس هالمره عشان اشتري لا ما انا بشتري لك ويلا لا ما انا مشتري لك يلا عشان كذي قبل لا نتاخر وانا علي شغل انا بنتظرك في السياره دقيقتين ترى بمشي عنه هذه وردة وجهنا أمك لا لا أخذ لك وردة وجهنا أمك من عندي هاي ما عليك منها وهذه لك ما عليك منها ود لأمك ولا عليك منها كل شيء ولا الأم يا ولد. أوكي يا حبيبي. أدم ودم لأمك تحمل الظروف. من قال لك تاخذ ورد؟ وليش تاخذ من عنده؟ وحق وين تاخذ من عنده؟ صل على النبي هذا بوديهم لامه امه تستاهل والله لا تتدخل بيني وبين ولدي رجاء تستاهل امه تستاهل رجاء لا تتدخل كل شيء ولا الولد يحب امه اعطى الورد ويلا امشي نمشي لا ولدهم لامك ما عليك لا لا ولدهم لامك يلا ولدهم لامك ما عليك تجبني محل مال الورد حق وين؟ ابوي اشتري لي امي ورده اشتري لي امك ورده حق وين اشتري لي امك ورده؟ بلا هالبدع هذه الخرابيط هذه عيد الام هاي عيد الام هاي كلها خرابيط امك وش مشتريه الي؟ ما في انا بروح عنك بس دقيقتين بمشي عنك ترى السياره تعال بخليك تروح مشي كيفك عاد؟ خذي ورده لقبيتين فلا خذي ورده لقبيتين فلا رجال لا تدخل روحك فيني وين والدي؟ العكس يعني انا جتني الغيره ويعني خلاص وصلت الى انفعال يعني ما اقدر صراحه اسمع كلمه الام الام هي كل شيء الام يقول لك كفايه هي الجنه تحت اقدام الامهات امك ثم امك ثم امك ثم اباك يعني فضل الام ما ينعد يعني حنان الام وطيبتها دعواتها اذا انت بتطلع من البيت حق اذا تبي تتوفق في حياتك لازم اول شيء تاخذ رضا الوالدين ردة فعلي هي رسالة لك أنت ولك أنت أي مشكلة بينكم وبين بعض لا تدخلون ديري في الموضوع الأطفال ما عليهم ذنب دائما مشاكلكم حصروها بينكم مو قدام الناس على الملأ عيد الأم خليه ورد هالجهل يعني ما تظلمه يعني خليه وردة يعني ما يقصر لو ورد راح أعطاها الأم الوردة كذي ماما هذه هدية عيد الأم تستأنس الأم من الولد